Ali al-Nimr was just 17 when he was arrested and then sentenced to crucifixion for protesting during the Arab Spring demonstrations in Saudi Arabia. His case has sparked global outrage amongst human rights groups, celebrities, and the UK's Prime Minister David Cameron is about to be crucified and beheaded by the Saudi government what's your message to them about that well, don't do it we don't agree mm. uh, with the way that they uh, that they go about these things his imminent beheading comes as Saudi Arabia chairs the UN's Committee on Human Rights this year the country has beheaded over 100 people just days after the family lodged a final plea for clemency I spoke to Ali's mother, Nusra al Ahmed in an exclusive interview. Now the final appeal has been rejected. How does a mother live day to day knowing that at any moment her son could be put to death? World, 60 I, me, day, 60 days, like it seems also to be a particularly cruel punishment that he's been ordered to be crucified. لا يمكن انسان سوي يحكم على طفل عمره 17 سنه بهذا الحكم وليش؟ لا دم ولا مال اصلا لا حد يطالبه، علي ما حد يطالبه لا مال ولا بدم. فطريا الواحد ما يتقبل امر وحشي. وحشي سيء قذر مقذر، ما ادري كيف يعني قاضي القاضي المفروض يكون يعني في موضع الاب يرحم يرحم المتهم أكثر من الادعاء العام. We understand uh, Ali was tortured in prison. Um, did you visit him after his alleged torture? لما رحت لابني أول مرة أنا ما عرفته. بعدين لما اقتربت شفته بس كان متغير واجد شكله يختلف كان واضح في جرح في جبهته وجرح آخر في أنفه مشوهنه بعدين قعدت أتكلم وياه فافتهمت انه في التحقيق كان في ركل في رفس في صفعات طبعا اسنانه وقعت كان يتبول لمده شهر دم كان يقول عباره عن كتله من الالم ما كان في جسد When you visited him most recently, what did he say to you? فقال على العموم ما أهم شيء تكوني قوية لا تضعفي أهم حاجة هذا الشيء واللي يصير علي انا بعد في غيري صار عليهم يعني مو اول مظلوم ولا باكون اخر مظلوم انه يقتل وهو مظلوم غير ذلك يعني قام يضحك You seem to be a very strong person during this time. أنا يعني أصبر يعني هاي القوة أصلاً ما كنت ما كانت عندي إلا هذه الفترة. الله سبحانه وتعالى منحني وياها لأني على حق ويعجبني أحقق وصية ولدي علي لأن دائما في أي مكالمة في أي زيارة دائما 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 يوصيني أنني أكون قوية هو ابني علي دائما يردد لي أنا رجل أعيش بالأمل فإن تحقق حمدت الله عليه فإن لم يتحقق فقد Uh, عشت به سعيدا فالحمد لله الحمد لله ها على ان يكون ولدي قوي وانه هو هو ولدي اللي فيه السوء هو يوصيني اللي انا خايفه عليه هو يوصيني بالقوه وعدم الضعف Knowing how close the relationship is between the U.S. and Saudi Arabia, do you have a message for President Obama ما فكرت آه. هو يستطيع هو يستطيع أن يتدخل وينقذ ابني خرج كربة إنسان ما في أعظم من هذا الشيء يعني أنني بسيطة يعني ولدي ما نعتبرش في العالم لكن مع ذلك لو قام بهذا الشيء هي لي هذا رفعة إليه ورفعة من شأنه وبالتالي هذا إخراج من كربنا بالتالي تفريج حق كربنا Mr. thank you very much.